أفضل مطار في العالم أصبح أفضل بكتير. في 17 أبريل عام 2019 تم افتتاح جوهرة تشانغي، واللي بيعد مجمعاً متعدد الاستخدامات، حيث صمم لربط 3 مباني من أصل 4 في مطار تشانغي في سنغافورة. صممت الجوهرة بتكلفة تقارب 1.25 مليار دولار من قبل المهندس المعماري مشير الصفدي، حيث بتتكون من 10 طوابق، 5 منها فوق الأرض و5 منها تحت الأرض. جيسون جو المدير الإداري لعمليات المطار بيقول: عندما تأتي إلى الجوهرة بدلاً من الحصول على مجرد حديقة، ستحصل على غابة غامرة كلياً، تستطيع من خلالها التجول وغمر نفسك في الطبيعة. بدون إطالة بالمقدمة كتير، خلونا نحكي عنها التصميم الفريد. تبلغ مساحة الجوهرة 135,700 متر مربع، حيث تحتوي على مرافق وحدائق داخلية وأماكن جد ترفيهية ومطاعم ومقاهي ومرافق فندقية، وكلها تحت سقف واحد. كما يستطيع المسافرون استغلال وصولهم المبكر في المطار بأنهم يرتاحوا في فندق يوتيل إير الأول في آسيا. تتصل الجوهرة مباشرة بالمبنى رقم 1 والمبنيين رقم 2 و3 عبر جسور المشاة، وبتعمل على إشراك المسافرين العابرين والزوار عموماً. يتم تعزيز كل من المحاور الرئيسية الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدائق المدخل التي توجه الزوار وتقدم اتصالات بصرية. في قلب الجوهرة يقع فورست فالي، وهي حديقة داخلية متدرجة توفر العديد من التجارب المكانية والتفاعلية التي تتميز بمسارات المشي والشلالات المتتالية ومناطق جلوس هادئة وسط أكثر من 200 نوع مختلف من الأشجار والنباتات. كما يوجد بالأعلى أطول شلال داخلي بالعالم رين فورتكس، يساعد هذا الشلال اللي بتتدفق فيه المياه بأكثر من 10,000 جالون في الدقيقة في تبريد بيئة المناظر الطبيعية، ويتم طبعا تجميع مياه الأمطار الغزيرة لإعادة استخدامها في محيط المبنى. تستند الجوهر على سقف قبة حلقي شبه مقلوب ويبلغ عرضه 200 متر، ويسمح نظام الواجهة بتصميم داخلي خال من الأعمدة يتطلب تحقيق مستوى عالي من الراحة لتنوع الأنشطة، وأيضا وجود نظاما متكاملا من الزجاج للحفاظ على مجموعة واسعة من الحياة النباتية في ضوء الشمس المناسب والتظليل الثابت والديناميكي ونظام تهوية مبتكرة وفعالة. في الطابق الخامس يوجد كانوبي بارك، واللي بيتضمن 14,000 متر مربع من مناطق الجذب المدمجة في مساحات الحديقة، وتشمل هذه الهياكل الصافية المعلقة داخل الأشجار وممر الجسر السفلي الزجاجي المعلق وميرور ماز وبلانتد هيدج ماز والتجهيزات المميزة التي تم الانتهاء منها بالتعاون مع الفنانين المشهود لهم دوليا. وهناك ميزات إضافية مثل توبيا ريووك اللي هو عبارة عن ممشى كل ورود وأزهار وساحة بتوسع لألف شخص. مع الجوهرة أصبح المطار وجهة سياحية بحد ذاتها. والآن أترككم مع الفيديو.
من هالمطار العظيم وتصاميمه الفريدة أكيد قدرنا على الأقل نخمن كيف الدول بتصير رقم واحد في العالم، وقديش هما بيحاولوا ينقلوا أكثر الأماكن جدية ورسمية إلى أكثر أماكن إثارة ومتعة. صراحة أنا أكثر إشي عجبني إنه سنغافورة كانت كتير ذكية بأنها تختار المطار تحديداً لأنها تعمله بهذا الشكل، بحيث إنهم يذهلوك بجمال بلدهم بمجرد ما تنزل من الطيارة وحتى قبل ما تطلع من المطار. يعني أنت حتى لو مجرد نازل ترانزيت بهذا المطار راح تتمنى إنك ترجع وتزور هاي البلد، لأنك راح تقول وقتها بنفسك إذا المطار هيك كيف البلد. وبهيك بتكون حلقتنا الخفيفة لليوم خلصت. بتمنى تدعمونا بلايك وشير للحلقة واشتراك بالقناة أكيد وكومنت حلو مثلكم، وبشوفكم كمان جمعتين. سلام.